دكتور ممكن تريكورد من الفيديو نفسه، ما تريكوردش من الباوربوينت. اه كده كده بدأ. ما انا كده بسجل من ال كده بسجل من البتاع نفسه، مش عارف. هو لسه حضرتك بادئ حالا يا دكتور. طب كده بقول you are recording، you are recording this meeting، be sure to let اه everyone know that they are being recorded. تمام، وكده باين عندكم. كده باين. اه طيب ماشي، شكلها كده انه هيقفل بعد شوية شكله. انما الباور بوينت ظاهر، والمهم ظاهر عندي الباور اه بوينت ظاهر. كده، ما هو ظاهر صح؟ اه كده مش ظاهر. كده ظاهر. كده ظاهر. طيب ماشي، التسجيل بسم الله. ماشي فاحنا ان شاء الله هنغطي بقى في المحاضرة دي، هنغطي في المحاضرة دي عملية ازاي نقيس اداء اي مؤسسة او اي سيستم، برودكشن سيستم، وهنتكلم برضو على المانيفاكتشرينج كوست. هنا السايكل تايم او التي سي، المانيفاكتشرينج ليد تايم، ده الحاجات دي برضو هنتكلم عليها. البرودكشن ريت، البرودكشن كاباسيتي، واليوتيلايزيشن، والافيلابيليتي، والويب او الورك ان بروجريس. الحاجات دي برضو هنمر عليها ونعرف معانيها ايه، بحيث ان الاي اقدر اقيس بيه، اعرف ازاي اقيس بيه الايه الاساسي. كلمة سايكل تايم او بقول لي هنا فور اي يونت اوبريشن، ذا سايكل تايم تي سب سي از ذا تايم that one work unit is spent being processed or assembled. احنا اتكلمنا على البروسيسنج والاسمبلي في السيستم، فهو بيقول لي هنا ان السايكل تايم هي الوقت اللي هتاخده يا اما في البروسيسنج يا اما في الاسمبلي. And when the next unit begin، الوقت لا هنا it's the time interval between، هو الوقت بين when one work unit begin processing or assembly and when the next unit begin، ده بنسميه cycle time، يعني الوقت من بداية الأول وحدة لحد الوحدة الثانية ما حت إيه ما هتيجي وراه. ال TC اللي هي cycle time is the time an individual part spend at the machine but not all of this is processing time. بقول لك إن مش كله processing time، ال TC دي مش كلها processing time، يعني كلمة بروسيسنج يعني أو أسمبلي قصده مش كلها ماشينينج تايم، مش كلها. قال إنها ممكن التي سي دي تتكون من ثلاث حاجات، التي سي هتكون من الأكشوال بروسيسنج تايم، والورك بارت هاندلينج، والتول هاندلينج. يبقى أنت عندك هاندلينج تايم عشان البارت، وهاندلينج تايم عشان التول، تمام، وعندك كمان أوبريشن تايم أو ماشينينج تايم اللي بنسميه التي أو. فالكلام ده هو التي أو اللي هي الاوبريشن تايم، والتي اتش اللي هو الورك بارت هاندلنج تايم، والتي تي اللي هو التولينج هاندلنج تايم. الكلام ده هو الثلاثه دول مع بعض بيكونوا لي السايكل تايم. لو انتم فاكرين الفيديو بتاع النوبل بتاع المحاضره اللي فاتت، كان فيهم بقى الحاجات دي، في هاندلنج البارت وفي هاندلنج التول وفي ايه اوبريشن تايم. اوبريشن تايم الاوبريشن اللي هو يا يكون اسمبلي يا يكون ماشين، فدوت بنسميها السايكل ايه السايكل تايم. حضرتك يا دكتور، معنى الكلام ان السايكل تايم من اول ما الرو ماتيريال بتدخل المنتج النهائي يطلع. من اول، بس ملناش دعوه بالسيت اب تايم، لان في سيت اب تايم لسه تمام. هنتكلم عنه، انما السايكل تايم دوت اللي هي اول ما تحط البارت على الماشين وتلاقي الماشين تشتغل، وبعدين عايز تعين البارت تاني تعدله تعمل ادجستمنت، ده بنسميه الهاندلنج، البارت هاندلنج تايم، واخد بالك؟ وعايز تغير التول
فده بنسميه الايه التول هاندلنج تايم. فكل الوقت دوت في لو كان في الاسمبل او البروسيسنج ده بنسميه السايكل تي سي، الوقت ده كله بنسميه سايكل تايم، بس مش السيت اب تايم، لان السيت اب تايم هي الاعدادات اللي قبل الكلام ده كله. تمام؟ فهو بيقول لي هنا لو هنتكلم على حاجه اسمها المانيفاكتشرنج ليد تايم او الام ال تي، المانيفاكتشرنج ليد تايم بيقول لي الاوبريشن تايم ات ماشين اي. وكلمه الاوبريشن تايم يعني تي او اللي هو قصده التي سي، يعني هو اجنور التي هاندلنج، الهاندلنج تايم. فممكن هنا هنلاقه في الشابتر اللي هو شابتر 3 في الفيرجن القديم بتاع الكتاب والفيرجن الجديد. الفيرجن القديم اللي هو 2008، الفيرجن الجديد اللي هو 2015. ففي الفيرجن 2015 هيتكلم لي على التي سي اللي هو مدمج فيه الدن. 2008 بيتكلم على التي او يعني اهمل الهاندلنج. فبقول لي هنا ايه معناها مع موضوع المانيفاكتشرنج ليد تايم ده؟ فبقول لي لو انت عندك السايكل تايم او التي سي او التي اوبريشن او الاوبريشن تايم، لو احنا اهملنا الهاندلنج يبقى ده الاوبريشن تايم ات ماشين اي. يبقى تي او سبسكريبت الاوبريشن تايم او الماشين تايم او الاسمبلي تايم، التي او الاي سبسكريبت عشان الماشين، لان ممكن البارت يتحرك من ماشين لماشين تانية، ولما يروح من ماشين لماشين تانية فهيتغير التايم اللي عليه. طبعا لان البارت مثلا ممكن يكون البارت محتاج تو اوبريشن، فالاوبريشن الاولانيه لها التايم بتاعها والاوبريشن الثانيه لها التايم بتاعها ولها الماشين بتاعها ولها ودي لها الماشين اللي تخص بيه. تمام؟ بيقول لي المانيفاكشن ليد تايم كمان في جزء ثاني اسمه النون اوبريشن تايم ات ماشين اي. ايه النون اوبريشن تايم ده؟ اللي هو بنسميه الويتنج تايم، يعني لما تروح البارت يخلص من الماشين اللي قبليها ويروح للماشين دي، ممكن يروح يلاقي الماشين دي مشغوله، ممكن يلاقيها عطلانه فيقف عندها هيستنى شويه، فده بنسميه نون اوبريشن تايم. تمام؟ وده اللي بنسميه عندنا في لو رحت مطعم عشان تشتري سندوتش ولا حاجه فانت بتقف في طابور، فده نون اوبريشن تايم، انت واقف ويتنج. انما الاوبريشن تايم لما بتوصل وياخد منك الفلوس وتبقى تشتغل. فبرضه في حته التصنيع اللي هو البرودكت بروح يعمل ويتنج قدام الماشين لحد ما يجي دوره يبتدي يحصل له ايه ماشين، فده بنسميه النون اوبريشن تايم، وقت غير مستغل، واحنا بنسميه النون فاليو اد تايم، مفيش وقت ويتنج. السيت اب تايم ات ماشين اي، التي سيت اب طبعا لو انت هتشتغل على بارت معين فانت بتعمل للماشين دي سيت اب كامل، ان كان بتجيب لها التولز بتاعتها اللي هتشتغل عليها، الحاجات اللي يعني الزيوت اللي التبريد بتاعها هتغير، لو في حاجات معينه بتتعمل فده بنسميه سيت اب تايم. بقول لي هنا لو يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من التايم، السيت اب والنان اوبريشن والاوبريشن تايم، عشان هحسب المانيفاكشرنج دي تايم. بقول لي هنا عندي حاجه الباتش سايز، بقول لي انت ممكن تكون شغال بباتش او شغال بايه بيونت، لو الكيو بتساوي واحد فانت شغال بيونت يعني وحده واحده، انما لو انت شغال بباتش فهيبقى الكيو هي الباتش سايز. بقول لي عندك معلومه كمان تاثر في المانيفاكشرنج ليد تايم، ايه هي؟ قال لي هو البارت دوت وان اوبريشن ولا اكتر من اوبريشن، الجوب اللي هعملها على البارت ده، البارت ده عشان اعمله ممكن يحتاج مثلا خمسه اوبريشن، فكلمه خمسه اوبريشن دي معناها ان كل اوبريشن لها اسم، معناها ان كل اوبريشن لها ماشين مختلفه او حد مختلف هيعملها. فبقول لي هنا ان انت ده بنسميه ال N sub M اللي هي السيبريت ماشين ثرو ويتش ذا برودكت ماست بي ران، الماشين المختلفه اللي البرودكت هيمر عليه. تمام؟ عشان ايه؟ عشان يصنع. وكلمه تراوت ديت يعني او الراوت او راوتنج شيت او او الروت شيت اللي هو الشيت اللي بيوضح السيكونس بتاع البرودكت هيروح فين ويجي منين، ده بنسميه الراوت شيت اللي هو التفصيلي بيوضح تتابع العمليات على الايه على البار.
فطبعا كل عملية قال لي هنا بعدد العمليات هيبقى n sub m، وما دام كده يبقى n ديت اكيد ماشين مختلفة عدد الماشين. طبعا sub m دي، m دي مش سب سكريبت ولا حاجة، هي n sub m رمز على بعضه زي كده تي او، الاو دي مش سب، هي رمز على بعض تي او، والتي ان او تو نان اوبريتور دي رمز على بعض تي سب، انما الاي ده سب سكريبت بيتغير، الاي سب سكريبت، الاي سب سكريبت، انما مش موجود اي هنا، لان انت بتتكلم على برودكت هيمر على اكتر من ماشين، ان ام اوف ان من الماشين. فبقول لي هنا لو المانيفاكتشر لي تايم is the total time required to process a given product through the plant. هو كل الوقت اللي انت محتاجه عشان تخلص البرودكت دوت في الايه في المصنع. طب ازاي هحسبه بقى لو انا عارف الكومبوننت بتاعته او الترم بتاعته؟ بقول لو احنا خدنا في الباتش برودكشن، الباتش برودكشن عندي، الباتش برودكشن عندي هنا عندي ماشين رقم واحد، ماشين رقم اتنين، ماشين رقم اي، ماشين ان ام. فانا عندي دلوقتي ان ام من الماشين، وهنا شغال بباتش، فانا عندي باتش الكيو دي عدد البارتس اللي فيها او فانا عندي، فهو بيقول لي هنا فالباتش دي بتروح على الماشين دي تخلصها، تبتدأ تروح اول ما تخلص الباتش بحالها تروح الباتش على الماشين اللي بعديه. طبعا دوت بياخد يخلص ويروح على اللي بعديه، والباتش يروح على اللي بعديه، وهكذا. فده بنسميه الباتش برودكشن سيستم. لو احنا بصينا قال لي هنا لو انت عايز تحسب المانيفاكتشرنج ليد تايم يبقى هيساوي سميشن السيت اب تايم بتاع الماشين ار زائد الكميه الباتش سايز في تي او، لان تي او لكل ماشين هيديني التوتال اوبريشن تايم على الماشين ار زائد النون برودكشن تايم للباتش. التي سيت اب ديت للباتش كله، يعني مره واحده للباتش ما اضربهاش في كيو لانك ده للماشين، والتي نون اوبريشن كلها للباتش، الباتش كله ويتنج، فما اضربش كل بارت في الباتش. انما الماشينينج كل بارت في الكيو بيحصل له ماشينينج، يبقى كده معناها التي او في الكيو هيديني التوتال اوبريشن ايه، توتال ماشيننج تايم او اوبريشن تايم. يبقى ده الوقت التشغيل الكلي، اضيف عليهم السيت اب، اضيف عليهم الايه ده. الكلام ده كله ده لماشين واحد اللي هي الماشين رقم اي، وماشين واحده فقط، يعني اي طبعا هتاخد واحد واثنين لحد ان ام. من هنا هيقول انا عايز اعمل سميشن للكلام دوت لكل الماشين، يبقى عندي الماشين يبقى ده السيت اب بتاع واحد، الكيو في تي او واحد زائد النون اوبريشن بتاع واحد زائد السمشن التي سيت اب بتاع اتنين زائد الكيو في التي او بتاع اتنين زائد النون اوبريشن بتاع اتنين، وهكذا لحد ما اخلص سمشن لكل الايه المشين. ده هيديني المانيفاكتشر ليد تايم لكل الايه المشين. خدوا بالكم ان هنا ممكن التي او دي معناها السايكل تايم، ممكن تحط لها السايكل تايم او التي او لو هو اهمل الهاندلنج تايم. فهو هنا بيقول لي لو انا اخدت بقى قعدت اعمم العمليه اعممها، بيقول لي ان انا ممكن لو انا تجاوزت على حته ان في تغير، فقال لي ممكن اجيب الافريج بتاع كل حاجه. فلو التي السيت اب دوت هو الافريج، التي سيت اب بتاع ماشين واحد يساوي تي سيت اب بتاع ماشين اتنين، دي اتنين مش واحد، اتنين بيساوي لحد الماشين الأخيرة، فهنسميهم التي سيت اب اس يو، يعني فيكسد كلهم زي بعض. فالحتة ديت مش زيهم، ما بيبقوش زي بعض بقى، بنجيبوا الافريج، يعني بنجمعهم ونقسم على عددهم، يبقى ده السيت اب بتاع الافريج، واخدين بالكم؟ ونفس الكلام التي او واحد، تي او اتنين، يبقى دي تي او يعني السايكل تايم، بنقول ايه بنجمعها ونقسم على عددهم بنجيب الافرج. ونفس الكلام الايه الاوبريشن النون اوبريشن تايم بنجيب الايه بنجيب الاف. فبقول لو احنا عملنا كده، افترضنا في الفكره ديت كده، فاحنا ممكن نبسط المعادله ديت، لان مش هيبقى في تغير، يبقى بدل ما بعمل سميشن هضرب في الان ام بقى، لان هيبقى ان ام من المرات، واخدين بالكم؟ يبقى هنا هيطلع المعادلة بتاعتي اللي هي بالشكل ده، تمام معايا؟ تمام؟
تمام يا تمام يا دكتور. دكتور. تمام، نشوف كده مع نكمل مع بعض الـ 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 فهو لو احنا خدنا مثال اهوت، فبقول لي هنا ان انا عندي شغال بباتش، ما دام هو بيقول لي باتش يبقى انت باتش برودكشن على طول. لا، ما دام يذكر لي في المسألة كده